لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين لكن بعد هذا الفاصل. في موقع الهيئة نت، القسم المهني في الهيئة ينظم محاضرة بعنوان عمال العراق وأوضاعهم بعد الاحتلال. في صحيفة المدى، ضغوط على مفوضية الانتخابات لاعتماد العد اليدوي في فرز النتائج. في موقع كتابات، المغرب يقطع علاقاته مع إيران ويطرد سفيرها. في موقع الجزيرة نت، مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على إيران. في العربي الجديد، السعودية تعلق الدعم المالي للعراق في انتظار نتائج الانتخابات. في صحيفة القدس العربي، مسؤولون أمريكيون: إسرائيل تستعد لعمل عسكري محتمل ضد إيران. وفي صحيفة الحياة، زعيم المعارضة الأرمينية يدعو إلى العصيان المدني. تسابقت وسائل الإعلام والصحف في الترويج لخبر مفاده أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن عما أسماه إنهاء العمليات العسكرية في العراق، اعتماداً على مزاعم إغلاق مركز قيادة قواته البرية هناك. ثمت مصطلحات غفلت عنها وسائل الإعلام ولم تضعها في حسبانها أثناء تسويق الخبر الذي تريد له الولايات المتحدة أن يروج على الشكل الذي ظهر به. فمصطلحات على غرار العمليات الكبرى وتطور العلاقات وتغيير تكوين التحالف ومسؤولياته وغير ذلك من التصريحات الموازية لموقف التحالف، إنما هي إشارات لا تحمل المعنى الإيجابي الذي يتبادر إلى ذهن المتلقي، لا سيما المواطن العراقي الذي يمني النفس بالخلاص التام من الاحتلال وتبعاته، بحسب الكاتب جهاد بشير في صحيفة البصائر العراقية. ومما يزيد من ترجيح الرؤية بأن ادعاء وقف العمليات لا يختلف عن مزاعم الانسحاب الأمريكي من العراق في أواخر عام 2011 هو النظر إلى ما أقر به الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن مغادرة القوات العسكرية للعراق أمر خطير، وأن العودة للعمليات القتالية أمر ما يزال وارد، وهو احتمال قوي الحدوث، لا سيما وأن الناتو لبى نداء واشنطن مؤخرا ووسع من وجوده العسكري في العراق الذي يعد من مظاهره تأسيس مركز خاص لتقديم جهود وخطط عسكرية للقوات الحكومية يديره 350 جنديا من 8 دول أوروبية من أعضاء الحلف، وجميعها شاركت في العمليات القتالية تحت مظلة التحالف. بحسب صحف إيطالية، ابتهجت مطلع الأسبوع بأن قوات بلادها خرجت مجموعة جديدة من المقاتلين في شمال العراق، حديث التحالف عن الانتقال من العمل العسكري الميداني إلى تناول ملفات تعنى بالأمن هو أكثر خطراً من العمليات القتالية نفسها، علاوة على ما في تصريحه من إشارة إلى بقاء واستمرار عمليات عسكرية غير كبرى بحسب وصفه، ومع عزمه إعادة تكوين شكله ومسؤولياته في ضوء التطورات الأخيرة، يكون الملف الأمني في العراق قد هوى إلى أعمق مما هو فيه الآن. وتبقى في المشهد زوايا أخرى، منها أن إعلان التحالف ومن في مركبه القضاء على ما يسمونه الإرهاب وحسم المعركة معه، مع بقاء محاذير متفرقة لاحتمال عودته من خلال الترويج بوجود خلايا نائمة، إنما هو أمر يراد منه قطع الطريق على المقاومة العراقية التي تحثها أدبيتها على العودة مجدداً ويشرع لها منهجها الظهور في الميدان،
لأن أسباب عملها قائمة، خاصة أن تنظيم الدولة تراجع بعدما كان سلوكه سبباً لأن تتخذ فصائل المقاومة مبدأ التحرف للقتال والتحيز إلى فئة نظراً للاختلاف الفكري والمنهجي مع التنظيم، وحتى تبقى الأحداث في تمايز فلا تختلط الأمور ولا تتشابك المواقف. هل احتاج العراقيون 15 سنة ليتعرفوا على مشاريع الاحتلال ويعيدوا قراءة مساوئ المحاصصة الطائفية والسياسية وشرذمة الأحزاب وتكيفها مع الظروف في كل دورة انتخابية، وهي مشاريع تجديد طروحاتها من دون أي اعتبار لهواجس المواطن ومعاناته واحتجاجاته أو إهاناته المكشوفة للسلطة وشخوصها؟ وفي المقابل، هل كانت نتائج هذه المدة الطويلة في تجربة الحكم ولذات الأحزاب غائبة عن حزب الدعوة أو المجلس الأعلى أو الحزب الإسلامي أو سعادة الوطنية في حكومات الاحتلال والدورات الانتخابية السابقة؟ أسئلة يطرحها الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية. 3 دورات انتخابية عجزت عن تعديل ولو فقرة من الدستور أو كلمة في الديباجة لتأسيس دولة المواطنة، رغم اكتشاف الثغرات وما نتج عنها من خراب مجتمعي أطاح بالسلم الأهلي وفتح الباب واسعا للإرهاب والمذابح والاقتتال والتهجير تحت حماية نص دستوري يوجز العلاقة بين إخوة الوطن بالاحتماء في خنادق المكونات ويؤسس لفراغ بين العراقيين وأمتهم العربية، عدا عن تورط فقرات من الدستور في تبديد الموارد الطبيعية من ثروات العراق وخلق قواعد قانونية وثغرات تسمح بتفتيت البلاد تحت ذرائع جغرافية أو إدارية إلى مجموعة كتل بشرية تتنازع على الاستئثار بالثروات والبقاء. كل حزب أو كتلة أو قائمة تتأبط مجموعة ملفات فساد وقضايا لها مساس بالدم تلوح بها للخصوم في تواطؤ مسيء ومخجل، لكن تلك الملفات تعمل وفق آلية الصبر من أجل تقاسم مغانم السلطة، وإلا كيف نفسر عدم فتح الآلاف من ملفات الفساد وتقديمها للقضاء نفترض فيه العدالة والقرار المستقل رغم اكتمالها وتكدسها في مكاتب اللجنة المعنية في برلمان العراق؟ ويضيف الكاتب: في العراق لم تعد لدينا أحزاب وطنية أو حضارية أو تقدمية، هناك شعب موزع بين اصطفافات قومية ودينية وطائفية، يعتقد الكثيرون أنها أصبحت من الماضي بعد التجارب المريرة، لكن حديث الاستغناء عن صلاحية شحنها الطائفي بسبب نشاط مجموعة من الشباب والمثقفين في مراكز المدن الذين مهما بالغنا في تأثيرهم الإعلامي والإنساني على الناخبين لن يكونوا سوى مجموعة ضغط قليلة التأثير قياسا لما يجري من تحشيد في المجالس الدينية والدواوين العشائرية لنصرة الطائفة أو المرشح المجرب تحت بند التعاضد مع الأقربين. الدولار، وما أدراك ما الدولار وما سحره وتأثيره في صناديق الاقتراع ونتائج الانتخابات، فما بالك في من إيراده السنوي لا يتجاوز 1000 دولار أي أقل من 3 دولارات يوميا، ويدفع له 100 دولار لشخطة قلم أو لشراء بطاقته الانتخابية. هذا الدولار الذي يستخدم في شراء مناصب الدولة العراقية ابتداء من مدير الناحية ووصولا إلى رئيس الحكومة، فما بالك بالأغلبية التي تتاجر على قد حالها بأصواتها ولم يعد يهمها أو أساسا لا يهمها من سيجلس على الكرسي، سواء في البرلمان في برلمان التهريج أو حكومة الصفقات والأكاذيب، بحسب الكاتب كفاح محمود كريم في مقال له بصحيفة الزمان العراقية. تحت ظل هذه الظروف وهذا الواقع المزري تخوض بلادنا امتحانها الرابع بأكثر من 8000 مرشح يتهافتون على حجز كراسيهم في بنك يسمى البرلمان، وامتيازات لا نظير لها في كل العالم المتقدم منه والمتخلف، وينتظرون موافقة ما يزيد على 24 مليون ناخب غالبيتهم
تنخر في مكنوناتهم العميقة ثقافة العبودية والقطيع القبلي أو المذهبي أو التكسبي، ولا يهمهم إطلاقا إلا رضا الشيخ أو المرجع أو الجيوب، بعيدا عن أي مفهوم ناضج للوطن والمواطنة الحقة. مدارس الديمقراطية الغربية التي فتحتها أمريكا وبعض بلدان أوروبا في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا وقبلهم أفغانستان أتت أكلها وأنتجت بلدانا خربة تعبث فيها أفواج من الفاسدين والانتهازيين، وكرست ثقافة القرية والعشيرة والتناحر المذهبي والديني تحت غطاء الحرية والديمقراطية العرجاء. مدارس بمستويات عالية تفتتح لمجتمعات تعاني في الأصل من أمية أبجدية في هذه المدارس تتساوى فيها القرعة وأم الشعر كما يقول الدارج المحلي. مظلومة هذه البلاد بآفاتها التي تعود اليوم إلى عاداتها وسلوكياتها، وإن تغيرت وسيلة العودة من الزعيم الأوحد والحزب القائد والرئيس الضرورة إلى مختار العصر وقائد النصر تحت ظلال أحزاب الله والمذاهب تارة وأحزاب الأمة الخالدة تارة أخرى، حيث تجتمع اليوم الأدوات الثلاث: شيخ القبيلة وشيخ المذهب وسيد الجيوب الدينار لرسم خارطة العراق الجديد بأكثرية من الانتهازيين والوصوليين وتجار المناصب وعمولات الفساد والإفساد. بعد انتخابات 2010 برزت مشكلة تفسير مصطلح الكتلة البرلمانية الأكبر، إذ جاءت النتائج لصالح القائمة العراقية بتقدمها على دولة القانون بفارق بسيط، وهو ما دفع دولة القانون للتحالف مع بقية القوى الشيعية ومن ثم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية التي أقرت بأن الكتلة الأكبر المقصودة في منحها حق تشكيل الحكومة هي التي تتكون بعد الانتخابات وليست الفائزة الأكبر بعدد المقاعد. هذا التفسير نسف تقريبا أهمية الانتخابات لأنه يعني ذهاب السلطة إلى القائمة الأكثر قدرة على تقديم التنازلات وعقد الصفقات، لذلك تجد حزبا صغيرا في حجمه الانتخابي يحصل على وزارة أو أكثر بسبب وضعه التفاوضي. لكن هذا ليس الخطر الكبير الوحيد الناجم عن تفسير المحكمة الاتحادية. ساطع راجي يكتب عن الديمقراطية في العراق والكتل البرلمانية في صحيفة المدى: لقد اهتمت الأحزاب الكبيرة بتفسير الكتلة الأكبر، لكنها ومعها المحكمة الاتحادية لم تخبرنا بالمعنى السياسي والقانوني لمصطلح الكتلة البرلمانية رغم أهميته في تسيير العمل السياسي بمجمله. وبمراجعة سريعة لصور اجتماعات رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب مع رئيس المجلس أو اجتماعاتهم في رئاسة الجمهورية، نعرف أن الكتلة الكبيرة غير موجودة فعلا، إذ لا يوجد رئيس حقيقي لكتلة التحالف الوطني مثلا، وحتى رئاسة السيد عمار الحكيم هي رئاسة سياسية لا تأثير لها في البرلمان كون الحكيم ليس عضوا في مجلس النواب، بل إن كتلة مثل دولة القانون أو العراقية لا تحضر الاجتماعات أو توقع الاتفاقات برئيس واحد، وليس لها متحدث رسمي محدد، بل نجد كل حزب فيها يقدم رئيسا خاصا ويسمي نفسه رئيس كتلة، وأول امتيازات رئيس الكتلة عدم تسجيله غائبا حتى لو كانت الكتلة تضم شخصا واحدا هو رئيسها نفسه، وهذا سبب غياب بعض النواب عن الجلسات لأشهر وسنوات، ولأن النظام التوافقي يعتمد الصفقات والمراضات يكون لهذا الرئيس دور وتأثير في تمرير أو عرقلة اتفاقات أو قوانين. ويضيف الكاتب: تمارس القوى السياسية بتواطؤ إعلامي واستسهال شعبي مخاتلة كبيرة في الخلط بين مفهوم رئيس الائتلاف الانتخابي الذي يستخدم شهرته وقوته وماله في تمرير عشرات النواب المجهولين إلى البرلمان ورئيس الكتلة البرلمانية الذي يتخذ القرار الفعلي، ولذلك لا تجد زعيما انتخابيا يفسر مشكلة غياب أتباعه عن جلسات البرلمان، ومع ذلك يستمر بالحديث عن عدد المقاعد التي تمتلكها كتلته، بينما هو لا يقدر أو لا يهتم بإلزام أعضاء كتلته لا يقدر
بأن يلزم أعضاء كتلته حضور جلسات البرلمان. يعامل بشار الأسد مواطنيه الذين فروا من جحيم الحرب كقوة الاحتلال، ولا يتعلق الأمر بالقتل والتدمير الوحشي الذي تابعه العالم أجمع فقط، بل يتعلق بممتلكات الهاربين من جحيم الحرب وويلاتها، والذين يفترض أن يعود أكثرهم إلى ديارهم، خاصة أولئك الذين لم يجدوا مكانا أفضل للعيش. وهو هنا يفترض بطبيعة الحال أن مساره الأمني الطائفي سيتواصل، بل ربما صار أكثر وحشية بهدف الانتقام ممن تمردوا عليه. ونتذكر هنا ما نقل عن بشار بداية الثورة بقوله: لقد قمنا بتلقينهم، يقصد بها الغالبية السنية، درسا في حماة أسكتهم 40 عاما، وسألقنهم درسا يسكتهم 100 عام، بحسب مقال للكاتب ياسر الزعاترة في العرب القطرية. في تقريرها المثير، ذكرت صحيفة التايمز أن نظام الأسد يصادر عقارات ملايين المواطنين الهاربين من الحرب، وأن ملايين اللاجئين السوريين مهددون بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية، طبقا لمرسوم جديد أقره النظام السوري يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها. ويفيد التقرير أن المرسوم رقم 10 يمنح مالكي المنازل حتى 10 من شهر آيار للتقدم إلى البلدية بشهادات ملكية العقارات، وإلا فإنهم سيخسرون ملكيتها وتصادر من الدولة. وتقول الصحيفة إن القانون بات ساري المفعول هذا الشهر، وأعطى ملاك العقارات السوريين مدة 30 يوما لإثبات ملكيتهم، وإلا تمت مصادرتها وأصبحت ملكا للدولة. هذا المنطق التشبيحي يتجاهل أن الطائفة الحاكمة لا تمثل غير عشر السكان، وأن المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها هي التي ورثت السلطة من الأسد الأب إلى الابن، كأن البلد مزرعة وليس جمهورية. إنها لعبة تكشف طبيعة هذا النظام وبنيته الأمنية والطائفية التي ستتجذر بعد الثورة فيما لو نجح في البقاء بصيغته القائمة، لكن ذلك لن يكون، وعودة عقارب الساعة إلى الوراء مستحيلة، والحرب ستتواصل ولو سيطر على كل التراب السوري. الكل الوطني الذي هو الذي يمنح المؤسسات شرعيتها بانتخابات ديمقراطية نزيهة، وبالتالي التأسيس لشرعية الفرد، وعكس ذلك تعيش الشرعية فراغا مهولا لا يستطيع أحد أن يمنحها لنفسه أو لغيره. وطالما أن الفرد دالة سلطة، كذلك هو النظام السياسي دالة سلطة، بل أكثر سلطوية حين يعزل نفسه عن المؤسسات، فلا يعود يمثل ما ينبغي أن يمثله من واقع سياسي منتخب، أو ما يجري توافق الكل الوطني على اعتباره الشرعية التي تعكس مصالح وتطلعات سياسية شعبية ممثلة للأغلبية أو ممثلة للأغلبية الغالبة من الشعب. ماجد الشيخ يكتب عن السلطة الفلسطينية، وذلك في مقال له بصحيفة العربي الجديد. كلنا يعرف أن تجديد الشرعية أو الشرعيات الفلسطينية بعامة وصيانتها من التبديد أو الضياع يتطلب أولاً تحقيق انسجاب وطني جبهوي، ونبذ الفرقة والانقسام، والوصول إلى وفاق وطني يجمع الكل الوطني على أسس وقواعد ديمقراطية الانتخابات التمثيلية التي تؤمن للجميع حقه التمثيلي والصحيح، بدلاً من كوتات الهيمنة واستبداد سياسات التحكم المالي التي أغرقت الجميع في مستنقعات الركود والتسلط والانفراد والتفرد بالقرار، وأبعدت الوضع الوطني كله عن مضامين الوفاق السياسي. الضامن الوحيد لاستعادة وحدة قوى المشروع الوطني، وبالتالي وحدة التوافقات على استعادة تجديد الشرعيات، وبدون ذلك لا يمكن لشرعية بمفردها أن تقرر خطوات الشرعيات الأخرى أو تتجاوزها في اتجاهات أحادية أو انفرادية، على أن فقدان النصاب السياسي لعقد دورة غير عادية للمجلس الوطني لا يمنح دورته المتعجلة الآن الشرعية المطلوبة،
استنادا إلى نصاب عددي جرى طبخه وتدبيره على عجل كذلك، وكأنما يسعون إلى تجاوز عقبات عقد دورة قانونية صحيحة وطبيعية للمجلس الوطني، يسابقون الزمن قبل حدوث إكراه ما أو تداعيات إكراهية منتظرة. الدعوة المتعجلة لانعقاد دورة جديدة قديمة للمجلس الوطني الفلسطيني على الرغم من ثغرات النصاب وعدم توافق الكل الفلسطيني وبقاء الانقسام السياسي والجغرافي أمرا واقعا يتعاكس ومسألة الوحدة الوطنية ويبعد الشرعيات عن تحقيق لحمتها الوطنية وتوافقاتها واتفاقاتها على طبيعة العمل السياسي والتنظيمي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.